بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة نادي الأهلي وإلى العناوين. برزنتيشن تعلن الحياد في انتخابات الأهلي. جوهر نبيل يعلن الانسحاب من قائمة بيبو. و22 لاعب في قائمة الأهلي استعدادا للمصري. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. اصدرت شركه برزنتيشن سبورت راعي الكره المصريه بيانا رسميا تتحدث فيه عن موقفها من انتخابات النادي الاهلي بعد الشائعات الاخيره بشان مناصرتها لجبهه على حساب اخرى. وجاء البيان كالاتي: تؤكد شركه برزنتيشن راعي الكره المصريه انها تقف على مسافه واحده من جميع المرشحين في انتخابات النادي الاهلي، وانها لا تميل لمصلحه طرف على حساب اخر، لأن الأمر منوط بالجمعية العمومية لهذا النادي العريق، فهي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد ما تراه الأصلح لقيادة القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة. وحدث نوع من الالتباس وسوء الفهم في أحد الجرائد الصادرة بالأمس بشأن هذا الأمر، وأنه لابد من الإشارة بوضوح إلى أن الشركة الراعية ليس لديها مصلحة من أي نوع من مرشح بعينه، وأنها لا تساند اسما على حساب آخر، وهو الأمر الذي كان لابد من الإشارة إليه حتى لا يفسر البعض الأمور بشكل مغاير ومختلف بعيدا عن أصداء الحقيقة والتي نلتمسها جميعا ونسعى إلى كشفها أمام الرأي العام الرياضي في هذه المرحلة المهمة والحساسة من انتخابات الأندية. أعلن جوهر نبيل المرشح ضمن قائمة محمود الخطيب انسحابه بشكل رسمي من قائمة محمود الخطيب واستمراره في الانتخابات مستقلا، مؤكدا أنه لا يستطيع الاستمرار في ظل عدم تطبيق المبادئ والتي تربى عليها في النادي. وجاء بيان جوهر نبيل كالتالي: يؤسفني أنني لن أستطيع الاستمرار نهائيا مع قائمة الكابتن محمود الخطيب، وأعلن من الآن أمام أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي العظيم خروجي من القائمة وخوض الانتخابات على مقعد عضوية مجلس الإدارة فوق السن منفردا ومستقلا، فالأوضاع والتي عشتها وشاهدتها لا تبشر بأننا أمام قائمة تخدم الأهداف والمبادئ العليا للنادي وأعضاء الجمعية العمومية. حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالاهلي اللاعبين من المشاركه باي شكل في الصراع الانتخابي على اداره النادي، وذلك قبل اقامه انتخابات النادي يوم الخميس المقبل، مهددا المخالفين بفرض عقوبات قاسيه وصارمه. واكد عبد الحفيظ ان فريق الكره على مدار تاريخه لم يسبق له الانشغال بانتخابات، وانما يكون التركيز كله على الفوز بالبطولات. أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة المصري المقرر لها غدا الثلاثاء بالجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة والتي اختارها حسام البدري كالتالي: حراسة المرمى محمد الشناوي وأحمد عادل ورمضان مصطفى، أما في الدفاع فأحمد فتحي وسعد الدين سمير، أيمن أشرف ومحمد نجيب وصبري رحيل ومحمد هاني. في خط الوسط حسام عاشور وعمرو سولية وأكرم توفيق وعبد الله سعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وبكماني ملامبي. أما في الهجوم فأحمد ياسر ريان ووليد أزار وعماد متعب وإسلام محارب. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، وهو التدريب الأخير للفريق قبل مواجهة المصري البورسعيدي غدا ضمن منافسات الجولة 11 للدوري العام. وكان الفريق قد توجه صباح اليوم إلى الإسكندرية من أجل الاستعداد المبكر للمباراة. قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن البدلاء في الفريق ظهروا بشكل جيد خلال المباريات الأخيرة، موضحا أن هؤلاء اللاعبين كانوا عند حسن ظنه. وأضاف البدري أن الفريق واجه ظروفا صعبة خلال الفترة الماضية بعد غياب عدد من العناصر الأساسية أمثال علي معلول، حسام عاشور، رامي ربيعة، محمد نجيب ليقدم البدلاء مستويات كبيرة. وشدد البدري على أن المباريات الأخيرة شهدت مشاركة أكثر من لاعب بديل أمثال الحارس محمد الشناوي، صبري رحيل، أيمن أشرف الجنوب أفريقي أيضا، باكا ملامبي وأحمد حمدي، وظهروا جميعا بمستوى رائع وكانوا سبب في الانتصارات والتي تحققت. خاض لاعبو النادي الأهلي المستبعدين من قائمة مباراة المصري مرانا قويا اليوم في فرع النادي بالجزيرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. وشارك في الميران كل من شريف إكرامي حارس المرمى، أيضا التونسي علي معلول وأحمد حمودي وصاحة وباسم علي وعمرو بركات ورامي ربيعة ومروان محسن. في خبر آخر، جدد النادي الأهلي اليوم اللافتة الخاصة بشهداء النادي والذين سقطوا في أحداث مباراة المصري البورسعيدي الشهيرة والموجودة على باب النادي الرئيسي. وأصدر المهندس محمود طاهر رئيس النادي قرار بتجديد اللافتة منذ 20 يوم، وعقب طباعتها وتجهيزها تم وضعها بموقع اللافتة القديمة. حرص مروان هشام عضو مجلس إدارة الأهلي على زيارة عم نصار بائع مجلة نادي الأهلي منذ سنوات طويلة بعد تعرضه لوعكة صحية في الساعات الماضية. وكانت الزيارة بصحبة شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي بالنيابة عن مجلس الإدارة، وذلك للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لحادث سير أمس وتم نقله على الفور للمستشفى. وكان مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر قد أصدر قرارا بعلاج عم نصار على نفقة النادي تقديرا لإخلاصه وحبه للأهلي.
من نياب النادي من سنه 50. كنت صاب التنس ايام الملاعب القديمه اللي كانت الناحيه الثانيه. كان في الايام دي بقى كان بيجي يلعب مين؟ فؤاد بن صادق اللي هو جوز الاميره فايقه اخت الملك فاروق، والدكتور نور الدين طراف. وفؤاد بن صادق ده كان من الناس الكويسين يعني، من نور الدين طراف وفؤاد بن سراج الدين والناس اللي اعتبروا بتوع المستشار جلال عبد الحميد ومحمود السيسي ولبيب عيسى واحمد عيسى وجورج فهوم. يعني الناس دي كانت تعتبر بتوع النادي يعني. يعني احنا كنا بنحب النادي لان احنا كنا بنتنقل من هنا لهنا عشان الحاجات دي كانت خبره، عشان الواحد كان ياخد خبره مثلا في حمام السباحه في اوضه اللبس في التنس في البتاع. ليه لما كان بيجي الرئيس مثلا يقول روح ده يروح هنا يروح هنا ده يروح هنا ده ليه؟ حبنا في النادي عشان مثلا ناس من الناس المحترمه زي الدكتور مثلا حسن مصطفى كان بيلعب كرة يد هنا في النادي الأهلي، والدكتور طلعت شتا وكابتن محسن عبد الرحمن وكابتن سيد عبد العال. يعني ناس يعني محترمين يعني، والله يرحمه الدكتور عادل صبري والدكتور والكابتن طلعت الجنيدي في كرة السلة وكابتن محمود احمد علي. والناس دول يعني كان ناس مدربين وناس محترمين يعني، والعاب القوه برضه عشت يعني ناس كتير قوي يعني فيها، والكره الطايره يعني وكلهم الحمد لله يعني بعشره كويسه يعني وناس محترمين. وعشان كده ان انا بعد كده مسكت المجله بتاع النادي الاهلي، والمجله دي كانت يعني كان ماسكها بمن واحد اسمه عبد الجلال الله يرحمه. فانا بعد كده جم قالوا لي تعالى انا صار امسك المجله وبتاع، قلت ما بتاخرش. ليه؟ لان احنا ايه عشرتنا في النادي كان عيش وفلح فيه، حتى لو بدون اي حاجه اتربينا فيه وقعدنا فيه هنروح فين؟ هو الحمد لله يعني على الصحه والعافيه، وربنا بيحرمنا من النادي الاهلي وهذا النادي يحرمه مننا، وربنا يعني يخلى اعضاء النادي الاهلي لانهم ناس محترمين وبيقدروا الواحد يعني. والحمد لله يعني على نعمه النادي الاهلي وربنا يسترها معانا، وربنا ما يحرمناش من النادي وربنا ينصره وربنا يعني يخلي الناس اللي فيه. بعد الاخبار من جديد، اعلنت اللجنه المشرفه على الانتخابات التكميليه لمجلس اداره اتحاد الكره اليوم الاثنين الغاء انعقاد الجمعيه العموميه لاختيار عضوين بدلا من حازم وسحر الهواري واللذين استقالا من المجلس الحالي، وذلك بعد فشل اكتمال النصاب القانوني لليوم الثاني على التوالي. وحضر في اليوم الاول 59 نادي من اعضاء العموميه في حين يكتمل النصاب بحضور 119 نادي من اعضاء العموميه. وشهد اليوم الثاني حضور 11 ناديا فقط حتى أغلق باب التسجيل، ما دفع اللجنة لإعلان إلغاء الانتخابات التكميلية. وغاب جميع المرشحين عن اليوم الثاني للجمعية العمومية باستثناء مجدي المتناوي وأحمد جبر، حيث تغيب ثلاثة مرشحين من الرجال وسبع مرشحات على مقعد المرأة. استقبل السيد سيرجي كارفتشينكو سفير الروسي بالقاهرة وفدا من اتحاد الكرة المصري على رأس المهندس
هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، ومحمد صلاح إداري المنتخب. وأهدى أبو ريدة درع الاتحاد للسفير الروسي والذي قدم التهاني بمناسبة صعود المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018. وأبدى السفير الروسي رغبته بتقديم المساعدة للمنتخب المصري خلال فترة مشاركته في المونديال. واستعرض السفير مع لهيطة كيفية تسجيل الصعاب للجماهير المصرية والتي ستتوجه إلى روسيا لمساندة المنتخب الوطني. قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تعيين المستشار محمد عبدو صالح مدير عام نادي القضاء رئيسا للجنة القيم والأخلاق بالاتحاد. وتختص اللجنة بالتحقيق في تجاوزات أي عنصر من عناصر اللعبة سواء لاعبين أو مدربين أو رؤساء أندية كما يحدث في الاتحاد الدولي لكرة القدم. يرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة الميزانية الخاصة بالمجلس الحالي لموسم 2016-2017 إلى الجهاز المركزي للمحاسبات. وجاء القرار بعد إلغاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في الانتخابات التكميلية على مقعدي سحر وحازم الهواري لعدم حضور سوى 11 ناديا فقط، وكان يستلزم تواجد 119 نادي وهو النصاب القانوني. قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة حمادة صدي إقامة مباراة ودية مع منتخب الإسكندرية في الثانية ظهر الجمعة المقبل بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر. ويستعد منتخب الشباب لخوض دورة كوسافا والتي ستقام في زامبيا خلال الفترة من السادس وحتى 16 من ديسمبر المقبل. وتشهد دورة كوسافا مشاركة 12 منتخبا تم تقسيمها على 3 مجموعات. اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الإنتاج الحربي والتي عقدت اليوم وسط إقبال كبير من الأعضاء. وفاز مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي برئاسة اللواء أشرف عامر بالتسقية بكامل. وأخطر الإنتاج الحربي اللجنة الأولمبية لمجلسه الجديد والذي يضم 9 أسماء طبقا للائحة الاسترشادية. نجح عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق في الفوز برئاسة مجلس إدارة نادي جنوب سيناء في الانتخابات والتي أقيمت أمس حيث حصل على 75% من الأصوات. وفاز كل من عودة حسين بمنصب نائب الرئيس وعبد القادر طه بمنصب أمين الصندوق. وجاء في منصب عضوية مجلس إدارة النادي كل من محمود حسين وإبراهيم عبد الله وعلاء علي شعبان محمد عبد السلام وأحمد سيد وأحمد سيد كمال.
وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما يقضي بإلغاء انتخابات اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بناء على الطعن المقدم من هيثم السعيد والمرشح في الانتخابات الماضية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف كابتن هيثم السعيد المرشح على عضوية اتحاد كرة السلة وزميلنا العزيز. كابتن هيثم أهلا وسهلا بك. تحياتي ليك فيروز وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي. كابتن هيثم احكي لنا عن تبعيات هذا القرار. بصي، اولا انا عايز اقول حاجه، الطعن اللي اتقدم في مركز التسويه والتحكيم الرياضي الطعن مقدم مني انا والكابتن محمد الجبلاوي الحكم الكبير وكمان كابتن نادر زكي اللاعب السابق، يعني احنا كنا ثلاثه طاعنين. اللي حصل ان الانتخابات انا طبعا لم اوفق فيها بفرق صوت واحد 21 صوت، وطبعا شهدنا ان تم عوار كبير في الانتخابات كانت تاثر على سير العمليه الانتخابيه، وبناء عليه تقدمنا احنا الثلاثه بطعن للمركز التسويه وقدمنا الاوراق التي تفيد بصحه كلامنا. قدمنا اربع طعون، تم قبول الاربع طعون بالكامل، وقررت ورأت الهيئه، والهيئه قعدت تنظر القضيه اكثر من شهر ونص يمكن، لان طبعا القضيه كانت متداخله كتير، ولكن موقفنا كان قوي، كنا واثقين في الله سبحانه وتعالى، كنا واثقين في طبعا هيئه التحكيم، يعني كانت بتتكون طبعا من المستشار محمد المنجي والمستشار حسام محمد اكرام والمستشار محمد احمد ابو النجا برئاسه طبعا المستشار محمد المنجي. كان عندنا كل الثقه في طبعا في الاسماء الجليله دي ان هي ستنظر القضيه يعني بكل يعني حياديه، وبالفعل يعني فيروز تم قبول الطعن النهارده في الاربع اصوات، وتم بناء عليه الغاء انتخابات اتحاد السله والغاء اعتماد النتيجه الخاصه بها. نعم، طب كابتن هيثم ايه اللي استندت عليه في هذا الطعن؟ استندت في هذا الطعن على عوار كبير تم في هذه الانتخابات. طبعا انت عارفه لا يجوز طبعا ان يكون المندوبين الانديه يعني اقارب للمرشحين، وطبعا ده تحقق للاسف صوتين، وكمان في صوت ثالث طبعا كان اللي هو صوت سكر ادفو تم استبعاده على خلاف المظبوط او الصحيح يعني، وكمان صوت نادي الصيد التفويض كان فيه مشكله. الطعون الاربعه قدمت الاوراق والمستندات، وطبعا المحكمه او الهيئه الرياضيه هي التحكيم، خلينا نكون يعني كلامنا دقيق، قبلت الطعون الاربعه، والحمد لله النهارده تم الغاء الانتخابات، واللي هيتم كالاتي انه في لجنه، ده اللائحه بتقول كده، اللي في لجنه هتدير الاتحاد تتكون المدير التنفيذي، ولكن المدير التنفيذي طبعا في مشكله لان هو من ضمن القرارات التي تم اخذها من حوالي شهر، يعني لان طبعا المحكمه حكمت ببطلان الانتخابات وما يترتب على ذلك من اثار. طبعا المدير التنفيذي كده ما اعرفش موقفه هيكون ايه، طبعا في كلام عليه ان هو ما ينفعش يكون موجود لانه من ضمن الاثار التي ترتبت على الانتخابات، وفي المدير المالي ومن يتبقى من الاعضاء غالبا هيكون المهندس هشام الحريري اللي هو معين وليس منتخب. هيتقاضي، هيبقى في الثلاثه دول موجودين بيديروا الاتحاد لغايه الجمعيه العموميه القادمه في شهر 8 او 9، هتعاد الانتخابات مره اخرى ويفتح باب الترشيح مره اخرى للانتخابات ان شاء الله على اتحاد السله باذن الله. كابتن هيثم سعيد شكرا جزيلا ليك، كنت معي عبر الهاتف. يواجه اليوم فريق ناشئات الطائره بالنادي الاهلي تحت 14 سنه فريق وادي دجله في 7 مساء، وذلك في نهائي بطوله القاهره، ويسعى محي الدين صلاح مدرب الاهلي للفوز بالبطولة والتي تقام في الصالة المغطاة الصغرى بمقر النادي الأهلي بفرع الجزيرة. فريق مرتبط أنيسات كرة اليد بالنادي الأهلي مواليد 1998 فوزا كبيرا على فريق النصر بنتيجة 48-19 في المباراة والتي أقيمت بينهما أمس على ملاعب كرة اليد بالنادي الأهلي في مدينة نصر في إطار منافسات الدوري. من جانبه أكد محمد راضي مدرب الفريق أن الأهلي خاض اللقاء بلاعبات الصف الثاني بالفريق لمنح الراحة للاعبات الأساسيات قبل المباراتين المقبلتين أمام الطيران على ملعبه الأحد المقبل وأمام الشمس على ملعب الأهلي يوم 10 ديسمبر المقبل. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية.
أخبار الكرة العالمية، حيث تعهد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بمكافحة المنشطات وكذلك العنصرية خلال كأس العالم 2018 بروسيا، مؤكدا أنه ستسنى لحكم أي مباراة أن يوقف اللعب في حالة وقوع أي إساءة عنصرية. وقال إنفانتينو في رسالة وجهها عبر مقطع فيديو نشر اليوم على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي: ننتظر لعبا نظيف على أرض الملعب، وعندما نتحدث عن اللعب النظيف علينا أن نتحدث أيضا عن مكافحة التمييز ومكافحة المنشطات. وأوضح إنفانتينو أن كل لاعب في جميع المنتخبات 32 المشاركة بنهائيات كأس العالم سيخضع لاختبار المنشطات سواء خلال المنافسات أو خارجها، ونحن واثقون أن الجميع يدركون حقيقة الأمور جيدا. أعلن نادي اي سي ميلان الإيطالي إقالة فينشينزو مونتالا من منصب المدير الفني للفريق وإسناد مهمة تدريب الفريق إلى مواطنه جينارو جاتوسو. وذكر ميلان أن بيان أصدره اليوم: نحن ممتنون للغاية لسيد مونتالا وفريقه المعاون على كل العمل والذي قدمه للفريق طوال الفترة الماضية حتى اليوم وعلى التزامهم واحترافيتهم. وأضافت إدارة النادي أنها أسندت مهمة تدريب الفريق الأول إلى جينارو متمنية له التوفيق وحسن الحظ. وسيعقد النادي مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء للإعلان رسميا عن المدير الفني الجديد وتقديمه أمام وسائل الإعلام. أعرب نادي برشلونة الأسباني عن أسفه لعدم الاستعانة بتقنية الفيديو في بطولة الدوري الأسباني الليغا حتى الآن، وذلك بعد أن ألغي هدف صحيح للأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الفريق أمس الأحد أمام مضيفه فالنسيا ضمن منافسات المرحلة 13 من المسابقة. وقال الظهير الأيمن لبرشلونة غوردي ألبا في لقاء تلفزيوني عقب المباراة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1: عندما تتخطى الكرة الخط لمسافة 3 أمتار فيجب أن ترى، يجب تطبيق تكنولوجيا الفيديو ستكون مفيدة للجميع. وجاءت اللعبة المثيرة للجدل مع حلول الدقيقة 30 من اللقاء عندما كانت النتيجة سلبية بدون أهداف هي عنوان المباراة. أثار البرازيلي تياغو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل مجددا حول المسؤول عن تنفيذ ركلات الجزاء بالفريق بعد الفوز أمس على موناكو بهدفين لواحد بعد الركلة والتي سددها البرازيلي نيمار ليهدي فريقه 3 نقاط ثمينة في مشواره لاستعادة لقب الدوري الفرنسي. وبعد أن كان الجميع يؤكد أن البرازيلي نيمار والمنضم حديثا لفريق العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة هو المسؤول عن تنفيذ ركلة الجزاء، إلا أن تياغو سيلفا قال في تصريحات صحفية إن على مواطنه ترك ركلة الجزاء القادمة للأورجواياني أدنسون كافاني أو حتى الفرنسي كيليان مبابي. وتابع المدافع البرازيلي بإمكان نيمار أيضا ترك الركلة القادمة لمبابي والذي واجه صعوبات في تسجيل الأهداف خلال مباراة الأمس.
أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. إدارة الأهلي تجدد لافتة 74 شهيد على باب الجزيرة. من المصري اليوم محمود طاهر: الخلاف مع اللجنة الأولمبية مازال قائم وموقفنا سليم 100%. من الوفد الأهلي يدرس إعادة وليد سليمان أمام المصري. ومن اليوم السابع حسام البدري: دكة الأهلي تستحق الاحترام. من البوابة نيوز: البدري يستبعد شريف إكرامي من قائمة الأهلي لمباراة المصري. ومن يلا كرة: قائمة الأهلي إكرامي أبرز المستبعدين وعودة نجيب. ومن يورو سبورت عربية: مفاجآت الأهلي في كتيبة المصري بالدوري. أما من جول ف 22 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة المصري واستبعاد إكرامي. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 27 نوفمبر من عام 1953، الأهلي يتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق بستاد الزمالك القديم في مباراة القمة رقم 9. تقدم الزمالك بهدف مبكر سجله أحمد أبو القاسم في الدقيقة 5، وتعادل أحمد مكاوي قبل النهاية بعشر دقائق. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.